منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. مالي ساعتين و 33 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعني لكم من جديد في منتدى الحياة. نحكيو اليوم على مرافقة الأولياء لصغارهم التلامذة ديال فترة الامتحانات، كيفاش تكون المرافقة هذه إيجابية ونبعدوا بهم على الضغط اللي هما ديجا قاعدين يعيشوا فيه. معنا كما العادة اليوم مدام سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسانية. مرحبا مدام سونيا. مرحبا بك سيوار، مرحبا بكل مستمعي الحياة تفهم، ومرحبا بأولياء التلامذة باش يعديوا الامتحانات مهما كانت الصيغة نتاعها. مرحبا زيد بالتلامذة اللي تابعوا فينا. مرحبا بيهم الناس كل، شاء الله ربي ينجحهم، ونتمنوا لهم النجاح والتوفيق في المناظرات وفي امتحاناتهم العادية بالنسبة للسنوات الأخرى اللي ما عندهمش مناظرات وطنية. أول سؤال باش نسأله لك مدام سونيا، كيفاش تكون المرافقة إيجابية للأولياء؟ كيفاش يأطروا صغارهم بطريقة تكون إيجابية؟ ساعة أولا لازم نعرفوا اللي شخصيات الصغيرات مختلفة، كل شخصية وعندها الخصوصية متاعها. حتى لو يكونوا معناها إخوة متربين في نفس البيئة مع نفس المحيط مع نفس الأشخاص، أكيد معناها كل واحد باش تكون عنده شخصيته وعنده الميزة في الشخصية متاعه. ففما الصغير اللي المرافقة بالنسبة لي هو مرافقة، لازم تكون مرافقة عاطفية لصيقة. شو معناها؟ يحب ديما كيريفز تكون أمه بحذاه ولا أبوه بحذاه ولا حد من الأشخاص المقربين يكونوا بحذاه، بالنسبة لي هو فيه دعم معناها عاطفي ودعم إيجابي لاستمداد لاستماد بتو القوة وثقة في نفسه. وفما اللي الصغيرات اللي ماذا بيهم معناهم يكونوا مستقلين، يكونوا وحدهم، ماذا بيهم حد ما يقلقهم، معناها بالنسبة لهم باش ينجم يراجع في أحسن الظروف يزم يكون فما شروط معينة متوفرة في المحيط أو في البيئة اللي هو فيها باش ينجم معناها يكون بخد معناها ينجم معناها يقدم بالكداف في المراجعة متاعه، وينجم معناها يمتلك المعلومات بطريقة معناها سلسة وسهلة. دونك لهنا تفرق برشا الشخصيات نتاع الصغار وتفرق برشا المتطلبات نتاعهم. لهنا سهلة على الاخر، الوالدين ديجا هما يا اكثر ناس نجم تعرف صغارها ونجم تكون قريبة من صغارها، فنحاولوا نحن كأولياء ما نغيروش بطريقة فجائية لا معاملاتنا ولا سلوكنا مع صغارنا، خاصة في فترات المراجعة وخاصة في السنوات النهائية باش تعداو بها بالمناظرات الوطنية. بمعنى انت صغيرك عادي باش تسألو، باش تقولو له مثلا شنو اللي مقلقك، شنو تحب، فاش نجم نعاونك، فما حاجة معينة تحب عليها. ساعات شنو تلقى في وسط العائلة، تلقاه وقت اللي الصغير باش يبدا في فترة المراجعة يولي ما شاء الله المأكولات متعدة ومتنوعة، الامن الكل في الدار ما بين ظفرين مستبد، معناها حتى كي يجيو باش يتعاركوا ياجلوا العركه، ياجلوا الحركه، ياجلوا الطلبات، ياجلوا الخرجات، ياجلوا كل شيء جوست بمعناها في السوسي، معناها على اساس كونهم هما خايفين لا صغيرهم مثلا يتوتر او يتقلق او نجم حتى يتمهمش معناها في المراجعه نتاعو او في التركيز. فهذاك بالعكس هو ديجا صغير باش يفقد العادات والنظام اليومي اللي مستانس به. ففي التغيير هذاك ينجم يتوتر وينجم يتقلق وينجم حتى معناها يولي يطلب معناها ويسال شنو اللي قاعد يصير. وخاصة كي يبدأ هو يبدأ يعدي في فترة الامتحانات، ساعات يقول لك كي يتغيروا الوالدين السلوك نتاعهم يقول لك أكيد هما يعرفوا لي أنا مش ننجح، هذاك علاش يتصرفوا معايا هكا، أكيد على خاطر يعرفوا مستوي الضيف. يعني أصلا حتى نوصلوا نشكوا في تغيير المفاجئ، نحن كأولياء لصغيراتنا نشكوا صغيرنا حتى في تثمين ذاته وفي الثقة في نفسه. دوك نردوا بينا نحتفظوا بالعادات نتاعنا ونتحاوروا، مثالش نتحاوروا مع بعضنا كيفاش هو يحب يكون يتهيأ، كيفاش نجم يكون الامبيونس، كيفاش يحبها معناها الجو العائلي او الجو الاسري داخل البيت، كيفاش ينجم يكون، وبهكيكا لبيو له طلباته. به مدام سونيا معنا بالتليفون، مدام فرجانية عندها شكون يقرب كسنة من ولادها. مرحبا بك مدام فرجانية على موجة الحياة تفاهم. مرحبا بكم، شكرا على الموضوع اللي طرقتوا له. بالحق انا عندي بنتي سناء ان شاء الله تعدي بكالوريا ان شاء الله ربي يحفظها. ميرسي عيشك. دونك مساله الاستعداد النفسي للامتحان، بالحق الكلنا كاولياء اكيد نتسائلوا يا ربي كيفاش انا نوصل انه بنتي ولا ولدي يعدي الامتحان في ظروف خاصه نفسيه
يعني طيبة. ممكن نحكي من تجربتي الخاصة، هي أول مرة لمحالة هي بنتي الأولى اللي بشتعل البكالوريا. صحيح الولي في قرارة نفسه، هو نفسه راه يحس بالضغط والقلق، دونك نحاول لو ماكس إنه ما نوصلش ما نمررش القلق هذا. حاجة أخرى نحب نأشر لها، الاستعداد النفسي للامتحان ما يبدأش في آخر العام. أنا نرى أنه الاستعداد هذا يبدأ من بداية السنة الدراسية، أنك تهيئ صغيرك أنه هذا امتحان كيف الامتحانات الكل اللي تعديت قبل، أنه تحاول أنه ما تهولش. حكيت امتحان بكالوريا هو أبريتو هي مناظرة، هو امتحان لدروس قريتهم. ممكن يعني ممكن انا بنتي مثلا السنة هي باش تسالني، ما نحبش كما قالت مدام سونيا ما نحبش نغير لها عاداتها، نشوف اذا كان يعني العادات نتاعها في المراجعه تحب اون جروب تحب وحدها، هي مثلا تفضل انها تراجع وحدها، دونك خليتها على راحتها. ممكن بعض النصائح نوجهها لها من اول العام انها تكون اجور، انها ما تخليش الدروس تتراكم عليها، لانه هذاك سبب رئيسي نلاحظ انه نتاع اخر العام يعني يتفقن به التوتر، يتفق اخر العام والدروس تبدا متراكمه، اكيد هنا باش يصاب بالضغط النفسي وقلق وياثر حتى على مردوده. دونك انه تكون اجور، انها تحضر دونك ليش نتاعها نتاع المواد الكل كيما تعودوا. ممكن مثلا تنظم حصص نتاع المراجعه نتاعها، ونعرفش انا مثلا ننصحها انها تكون المراجعه مثلا الصباح، وساعات تقول لي الراجعه صباحا ما حتى في الليل مثلا ماما نحب نحضر في الليل، دونك خليها ديما على راحتها. انا نرى انه مثلا دور الولي بالاساس هو يكمن بالاساس في انك تغرس الثقه في صغيرك، ثقة في روحه، ثقة في قدراته ومهاراته. ديما نحاول أكل عبارات، أكل المحافظة، أنا عندي ثقة فيك ونعرفك تنجم، وما شاء الله يعني بحول الله تنجم تحقق الحلمة اللي أنت تحلم بها، وبحول الله يعني بثقتك سرتو في روحك وتنظم يعني قرايتك وكل شيء، بحول الله توصل تحقق اللي تبغي. دونك أنا نرى إنه دورنا هو إني نطمنها، إني نحاول إني نشجعها، ورغم هذاك الكل راوك القلق لازم منه. انا راه يعني ديجا يعني في الفتره الاخيره حسيت هكا عندها قلق، وتجيني ماما كيفاش وتدخل بعضها، نحس هكا دخلت بعضها. نحاول اني نهدأ شويه هكا من روحها ونخفف عليها ونبث فيها الثقه بك العباراتك اللي تحفز وتثمين ذاتها. حاجة أخرى أنا نرى أنه زاد الاستعداد النفسي مربوط زاد حتى بالغذاء، يعني هذا دور الأم والوالدين. دونك نحاول ماكس أنه أكل عادات السيئة ما عارش أنا متاع قهاوي ليه ما نكثرش، ورغم أنها أي فلا نحاول أني مثلا أكل الفواكه الجافة، يعني توسكي حاجات اللي تشجع التركيز والفلا فلا. دونك نرى أنه دور الولي كبير برشا وهام برشا في الفترة هذية، انه ما يكونش هو عنصر ضغط ثاني يعني على التلميذ، لانه هو نفسه التلميذ اكيد حاس بالضغط وبالقلق، ما نزيدوش احنا نزيدوه قلق فوق قلق. هذا هو ما نعرفش هذا هو تبارك الله يعطيك صحة ان شاء الله ربي نجحها بنتك في البكالوريا، نتصور ان شاء الله ربي نجحت لين بيت الكل يا ربي ويوفقهم ويفرح الاولياء الكل يا ربي. يعطيك صحه مدام فرجاني، انتم زاد كان عندكم تجربه مع المناظرات الوطنيه والا الامتحانات مع صغاركم، والا زاد التلامذة اللي تحبوا تدخلوا معنا. يظهر لي مدام سونيا بالتاثير هذايا والمرافقه هذه الايجابيه ما تنجم تكون النتيجه كان طيبه وايجابيه. اكيد هو كيف ما ذكرت المداخله نتاعنا مدام فرجاني، دونك اننا نتمنى لها نجاح بنتها، وهي بيدا جدا ان شاء الله تكون موفقه مع صغيراتها. كيف ما قالت انفيت التحضير النفسي للصغير ما يصيرش معناها كان في فتره المراجعه لسال الله، معناها هو ديجا مسبقا بقبل بعام معناها من سنه ثانوي، ولازم نحضروا صغارنا كيفاش معناها
لازمكم يبداو اجور يحاولوا. للاسف احنا ما نخدموش عليها برشا الفكره ديما بالنسبه للتلامذه اللي هما ستينسو بريتم يقراو كان ليله الدوفوار ويلبسوا في اخر وقت. فما البعض للاسف من التلامذه اللي يقعدوا في البكالوريا بنفس النسق بالطريقه والنسق هذاك يلقاو روحهم في الشهر الاخر باش يرجعوا يلبسوا اللي قراوه في السيمستر الاولى ولا في السيمستر الثاني. حاجه صعيبه برشا مش سهله اي هذاك علاش معناها يلزمنا وهو للامانه فما حتى معناها الاطار التربوي راهو قاعد يقوم بدوره اللي هما المربين معناها اللي درسوا في السنوات النهائيه اللي هو البكالوريا راهم يقولوا لي يعديوا الميساج هذوما للتلامذه يقولوا لهم راهو لازمكم تكونوا اجور لازم من اول العام تكون دروسكم كامله لازمكم تفهموا في القسم لازمكم تحضروا اللي فيش نتاعكم لازمكم تخدموا بالخارطه الذهنيه. دوك فما نصائح قاعده تتوجه لهم اما فما اللي طبق وفما اللي لا فما اللي طبق ويلقى تشجيع من الاولياء نتاعو وفما اللي ما طبقش وما فما حتى واللي يشجع. دوك تلقى الانواع الكل تلقاهم بالنسبه للي موجودين. دوك هذاك علاش مهم جدا كونه التلميذ اللي نحن نقولوا ما فات شيء اليوم خير من غدوه وغدوه خير من بعد غدوه وهكذا دواليك. دوك اليوم وقيت باش الناس الكل تعديت ديجا مرحله تجريبيه نتاع الاجتياز نتاع البكالوريا. دوك وقيت كان عندك حاجات ناقصه في الدروس نتاعك او في حاجه تفهم اتسيتيرا. دوك مهم جدا كونك انت تحط تاخذهم بعين الاعتبار وتحاول تشتغل عليهم باش نجم تدارك راهو كل شيء جايز توت اي بوسيبل نقول انا راهو مادامنا نحبوا رانا نخلطوا مادام نحبوا مادام الرغبه موجوده الرغبه موجوده ديجا هي تقول لك الرغبه هي نصف النجاح. صحيح. معناها مش كل قرايه وحده يلزم قرايه مع رغبه باش توصل جوستمون لبر الامان وتنجح كيف كيف اي ايها الناس. اليوم تلامذتنا تاع البكالوريا للامانه هما واعين دونك يبداو عارفين رواحهم من اول عام كيفاش يلزمهم يريفزوا كيفاش يحضروا كيفاش يقراوا النسق اللي يقراوا به. قلنا نحن المحيط داعم للصغار هذوك كيف ما توا كانت تذكر من الدخله نتاعنا مدام فرجانيه قالت هي ديما نسالها قلت تحب تقرا وحدك ولا تحب تقرا في مجموعه هي تقولها لا نحب نقرا وحدي. دونك مهم جدا كونه كيف ما قلنا ذكرنا في الحصه اللي فاتت عمرنا ما نغيروا سلوكنا بطريقه فجائيه يلزم ندربوا عليه التغيير هذاك اما ما ندربوش عليه لجور جي معناها في اخر وقت على خاطر هو في حد ذاته ينجم يخلق توتر او تشوش على مستوى الدماغ والذاكره وهكيك تتشوش به الافكار والمراجعه. دونك اذا مستنسين نريفزو مع وحدنا دونك يا حبذا ساعات التلميذ يحب يريفز وحده ام يحب واحد من اخته ولا والديه يبدا موجود بحذاه كيف ما قلنا اول ما ذكرنا اول الحصه على خاطر بالنسبه لي هو هذاك دعم عاطفي. دونك حشته بيكون موجود بحذاه ساعات يقولوا شد عليه لوك هو ما حشتوش غير ما بشي شد عليه شوفوا حافظ ولا هو يبدا حافظ ما جوست هذاك ما احنا نقولوا معناها دعم نفسي حس بالاطمئنان خاصه هذه الحاله موجوده اكثر عند البنات كعند الاولاد. دونك بالنسبه لي هي الام هي مصدر الامان والحنان والثقه. دونك كي ترى لو فات امها تشد عليها وتلقى امها ديجا اللي هي حافظه اكل كلمتين المزيانين باش تقولهم البنت بالنسبه لي هي ديجا عملت اشباع العاطفي نتاعها. دونك وهذاك في حد ذاته تحفيز باش تزيد تقرا هي وتزيد تراجع ويكون عندها انرجي معناها باش تنجم تواصل. فما صغير اللي كي يدخل البيت يقول لك اسمع لا نحب حس لا يدخل عليه حد لا يخرج عليه حد على روح. كل واحد طريقته في كل واحد طريقته وساعات معناها ساعات الوالدين كي نعملوا تربيه والديه في تحذير جوستمون للامتحانات هذوما يقول لك انا بيت ولدي داخله بعضها كرارس منا اوراق من غادي نقول لهم راهو عادي صغير لو فات معناها الاوراق نتاعو متبعثره في كل بلاصه انت تراها اللي هي مش منظمه ولكن هذاك التبعثر في حد ذاته نظام للتلميذ على خاطر يلقى روحه عارف روحه وين حط الورقه هذيك نتاع الماتير هذيك الكراسه الدرشو هذيك ديجا راح نسميوها لورغانيزاسيون نتاعو هو تكيف على احنا نشوفوها مش منظم ولكن بالنسبه لي هو هذاك النظام هذيك طريقته باش ينظم جوستومون كسوا افكاره او الحاجات اللي راجعهم الحاجات اللي مازالت اتسيتيرا. دوك مهم جدا الجانب هذايا كيف حكينا دوك الجمعه اللي فاتت على طريقه المراجعه ماذا بينا نكون المناخ يكون مناخ ايجابي وسليم مش معناها معناها ماذا بينا البيت ديما تتهوى نتاع صغير باش يخرج منها باش يدخلها بالبكدا السمش والاكسجين الالوان حافظوا على الالوان اما مش معناها اخر وقت نقدوا هذا كل من اول باش نحسسوا اللي رايح حاجه امبيونس لصغيري ونغرموا ونشجعوا جوستمون على المراجعه. كيف ساعات الام تقول لك معناها تبدا غير كو عيط لها باش يقول لها جيب لي شربه ما تتفجع جيت شبيك ما قريتش وحلت في حاجه لا امانك الارتباك هذاك نحاولوا نحافظوا على توازننا نحن النفسي باش يتحافظ على على
يكون التوازن موجود عند صغارنا على خاطر يستمدوا برشا منا قوتهم وشجاعتهم وثقة في رواحهم. فنحن قد ما نكونوا مرتبكين رانا نعملوا في بروجيكسيون، راهو نعملوا إسقاط لك الارتباك هذاك على صغارنا. دوك مهم جدا اليوم نحن بيدنا نكونوا أسوياء بينا وبين رواحنا، نكونوا مقتنعين بالحاجات اللي نجموا نعملوهم باش نوفروا إطار مريح ونهيئوا إطار إيجابي للمراجعة. باهي احنا مازلنا مواصلين معاكم، يعطيك الصحة مدام سونيا على النصائح هذوما. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى الأربعة متاع العشية، مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم. رامي عايش بحب الناس الرايقة، وإحنا زادة نحبوا الناس الرايقة اللي يبداو عاملين بون كيف على ليميسيون تاعنا، خاصة التلامذة اللي كيبداو يريفزوا يبداو عاملين جو، لأنه والله راهي الريفيزيون عندها أنا نقول عندها الشارم نتاعها، وكل واحد كيفاش هكا طريقته في المراجعة، كل واحد كيفاش اللي يعمل جو. أنا واحدة من الناس في البكالوريا كنت باكليت، راهو باش نحكي لكم شوية على الإكسبيريونس نتاعي. كنت بالنسبه لي الريفيزيون كاني معناتها كاين واحد باش يتفرهد، كاينك باش تتفرهد، معناتها ما كانتش بالنسبه لي عبء ولا حاجه باش نعملها وانا مكرهه الحقيقه سهيا، من غير ما تعمل هكاك براسك. انا عكسك تماما سواء انا مثلا باك سيونس عمري ما كنت نجم نحفظ السيونس الا من حط موزيكا، اصلا يبه توفيق كيفاش نجم تركز باش تحفظ، كلهم كانت نحى الموسيقى باش نركز. دونك كل واحد وطريقته، مش خاطرني حتى موسيقى معناها مش قادر نقرا، بالعكس معناها تماما. دونك يوريك اللي كل واحد فينا كل واحد عنده نظام معرفي خاص به وعنده طرق والاليات نجم يراجع بهم، جوست امان خليهم على راحتهم فقط. باهي نخليكم مع رامي عايش بحب الناس الرايقه، وهنا رجعي منتدى الحياه. منتدى الحياه معش فاضل شكر وما يحبش الغنيات نتاعو، خاصة الغنيات القدم، الغنيات القدم اللي لليوم مازلنا نرجعوا نسمعوهم، ومازلنا لليوم نرجعوا نعاودوا نسمعوهم ونعاودوا نتفرجوا في حتى في الكليبات اللي عندهم زاده رمزيه كبيره، خاصه للجينيراسيون اللي قبل كانوا مغرومين بفاضل شكر. رجعنا لكم من جديد، انتم تسمعوا في منتدى الحياه. منتدى الحياه. منتدى الحياه. ما ثلاثة ودقيقة مازلنا مواصلين معكم المشوار من توا حتى للأربعة متاع العشية. معانا بالتليفون سي الهادي، مرحبا تلميذ بكالوريا نورمالمون. ألو مرحبا بيك. مرحبا شفتها، شكرا على الدعوة هذه. مرحبا عايزكو، نحب نقول الموضوع هذا يهمنا بالذات كتلامذة ويهم الأولياء. ونحب نقول معناها كتلميذ بكالوريا هكا ما نحب نقول كموضوع هذا يهمنا، خاصة لو ليك راهو الولي معناه عاطي من مجهود ومن طاقته باش يوفر لنا كل شيء، باش يوفر لنا مستلزماتنا باش نقراو في رفاهة وكذا. وبالطبيعة كي ترى أنت باش فما شوية ستريس، كي ترى الولي معناه عاطي من مجهود وعاطي من طاقته باش يوفر لك ما تحب، ولازمك أنت معناه تفرحهم وترفع لهم من راسهم وكذا. باهي انت مالا اليوم قاعد تلقى في مرافقه باهيه من عند عائلتك، قاعد تقرا على روحك سافات عادات الباك بلون ساعه، خلينا نسالوا عليك باك شنو انت ساعه سي الهادي؟ انفورماتيك. هاني نكبر فيك ونقولك سي الهادي باك انفورماتيك، ان شاء الله ربي ينجحك. سينو تحكي لنا شويه على التاثير العائلي، عائلتك كيفاش معاك في البكالوريا؟ والله يا عائلتي نحب نشكرهم زاده بالكدا، موفرين لي كل شيء ومعاونيني بالكدا، ومعناها مش مخليني نقصين شيء. ماك شويه ضغط وكذا خاطر معناها ماك تعرف باك وقرايه. اي ذاك موجود موجود. هكا هو معناها تقول موفر كل شيء، وديما معناها اللي مش ضاغطين عليا بالكدا بالكدا، وديما اللي يحبون ننظم وقتي وكذا. وانت قاعد تنظم في وقتك وتريفز بالباهي. هي اي هي ولا كيفاش؟ هي قلنا الحقيقه ما يسمع فيك حتى حد. امريكا منظم وقتي وجاوب به. هاني مانيش نسالك على المعدل، انت قلت قاعد تريفز بالكدا، ان شاء الله ربي ينجحك. به تتفاعل معك بعد شويه مدام سونيا. جوست انت وانت تحكي على عائلتك، انا حبيتك تعمل ديديكاس لشكون اكثر واحد من العائله قاعد هكا واقف معاك، كان تحب تسمي زاد اصحابك اللي قاعدين زاد يساندوا فيك في الامتحانات وفي البكالوريا، ما يسالش ديديكاس لشكون؟ نحب نشكر امي بالكدا زاد، خاصه هي معاونتني بالكدا وحتى اللي طار التربوي زاد نحب نشكرهم كاساتذه، وعلى راسهم المدير زاد معاونينا ومش معناها كي مقادينا ومركزين معانا. اي باهي. ولاصحابك؟ صحابي زاد نشكرهم مكتب برشا، صحابي زاد معاونيني. تريفزوا مع بعضكم؟ اي تريفزوا مع بعض. باهي. واخوك زاد؟ خويا زاد معاوني ومعناها حتى معاوني بالكدا، ومو مش مش نفس الواحد، اما هو تزام ومعاوني بالكدا، معناها ديما
يشجع فيا وكذا، يحفز فيك ويشجع فيك ويعطي فيك هكا في الموجات الايجابيه. اي ما نسيت حتى حد هاك انت سميت صحابك عائلتك الاطار التربوي كهو ديديكاس للناس الكل. باهي نخليكم مع مدام سونيا جبيلي، كان عندك شي اي استفسار تنجم تجاوبك عليه سينو تتفاعلوا معاك. هي مرحبا بك هادي ومرحبا بكل تلامذتنا. عايشك مرحبا بكل تلامذتنا اللي عديوا في البكالوريا واللي عديوا ديجا الباك بلون، دونك ان شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم. دونك كنت تحكي هادي على اهميه جوستمون وقوف عائلتك معاك وخاصه الوالده ربي يفضلها لك، صحابك خوك كيف ما كنت تحكي كيف زاد اخوك دونك يساند فيك. هادي سامحني باش نحطك هكا في وضعيه بتتخ معناها هي فرضية راهي معناها مش صحيحة، دوك الحمد لله جوك به مع عائلتك ومع أصدقائك، أما أكيد في المحيط اللي أنت تقرأ فيه وفي صحابك سمعت شي بتجربة مثلا نتاع أولياء ما همش مساندين صغارهم وإلا في عوض هم يكونوا لهم معناها يقوموا بعملية تسهيل جوستمون تكيف على الضغط النفسي في الفترة هذية، بالعكس وما يزيدوا يعمقوا المشكل. اسكو سمعت تجربة كيف ما هكا وكان فماش تجربة اسكو أنت لا قدر الله كنت تحط في وضعية كيف ما هكا، كيفاش نجم تكون تحس، كيفاش نجم تكون تراجع، كيفاش تكون نفسيتك قدام معناها الفتره اللي جايه اللي هي الفتره هي بتبعدك كبسه روحها شويه. دوك ربي ان شاء الله يعديها على خير على طيب ذاتنا الكل. نجمش تعطيني رايك في الموضوع هذا؟ صحيح ثم هو معناها نوع من المشاكل كيف ما هكا ومعناها يتعديوا بنا بعض مكثر بعض تلامذه معناها كي راهو نحن المشاكل ما بين العيله والعرك وكذا. صحيح التلميذ باش يتوتر وباش نفسيته باش تزيد تطيح وما نجمش اللي يقرب معناها مرتاح وكذا. باهي وكان ما جاش عندك خوف في الدار يشجع فيك كي جاي يوتر فيك شنو تعمل له؟ عملت لك تيست على المباشر قبل الباك يقول لي اصعب من الباك الاسئله. بالطبيعه هما ديما الاولياء ما يخلوشك عادتك تبدا قناع خوك اصغر منك ولا حكايه ديما يحاولوك اللي يبعدوا عليك مش اللي ما في بعض الاحيان الخو يكون مشيكس شويه راهو الصغير. اي صحيح صحيح. وخوك صغير قديش اصغر منك؟ بعامين. بعامين باهي اوكي داكوردو هادي. دونك ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله ربي ينجحك ويفضل لك الوالده والحمد لله لازم تحمد ربي على لو فات عندك والدين معناها قايمين بكم يوفروا لكم باللي يقدروا عليه باش يحاولوا جوستومون يوصلوكم البر الامان ويتهناوا عليكم. وراهو شات البكالوريا راهو ابخيتو مش للوالدين راهو للصغير في حد ذاته، لكن هما مساهمين بدرجه كبيره برشا فكنجاح هذاك فعلى الاقل هو ما شاء الله عليه هذايا هادي. دوك على الاقل اعتراف بالجميل دوك كان يشكر في والدته وفي عائلته ككل. دوك ان شاء الله البو ما يتغشش عليه بعد يقولوا كالعاده ديما يتذكروا الام وينساوا لا ينساوا البو. لا يا سيدي راهو قد قيمه الام قد قيمه البو، يكون البو ما يعبرش على خاطر الام ما شاء الله عليها احاسيسها الكل تظهر معناها وتخرج معناها تظهر معناها على وجهها، لكن البو يخزن ويحب ديما يرى روحه اللي هو العمود الفقري نتاع العائله ما يحبش يهتز في اي حكايه. لكن اكيد انهارت النتيجه البكالوريا صدقوني يا الاولياء اللبيت راهم يبكيوا اكثر من الاميات من الفرحه في نجاح صغاراتهم وربي ينجح امه لا اله الا الله الكل. ان شاء الله ربي ينجحوا هادي. ما نعرفش مازال معنا بالتليفون ولا سينو نستناو الريزلتا نستناو النجاح نتاع هادي. ان شاء الله يا ربي ينجحوا ان شاء الله يكون موجود بحذنا علاش لا بعد البكالوريا في اطار الاحتفالات بالناجحين لهنا في ولايه القيروان. هذا بالنسبه بالنسبه لشهاده هادي. فما تاثير من العائله فما كما قلت انت نعمه هذه من النعم اللي لازم نحمدوا عليها من ربي وقت اللي تلقى عائلتك موجوده معاك سند خاصه في الفترات هذه الحساسه. نعرفوا اللي خاصه تو مع معناتها الشهر الاخر هذا نتاع البكالوريا حاسم ويبدا فيه التلميذ على اعصابه شويه يبدا يعاود يريفز في اللي قرا اخر اول العام مع معناتها ريتم نتاع الشهر هذا باش يكون فيه برشا ديزيكزامان وكل هذاك علاش التلميذ يبدا مستحق برشا دعم نفسي صحيح. اكثر من معناتها الحاجات الاخرى اللي تنجم توفرها من العائله. الدعم النفسي مهم برشا في الفتره هذه وساعات التلميذ يبدا ما ينجمش يتكيف مع الضغط اللي يعيش فيه فجينيرالمون يكونوا اندفاعيين عنيفين شويه متقلقين ماذا بهم ما يخرجوش ماذا كل كلمه متوترهم كل كلمه تنجم معناها تحطهم في وضعيه نتاع غضب
الصعب، فالوالدين لهنا قاعدين يمتصوا في هذاك الكل ويحاولوا يوفروا مالغري هذاك معناها بالرغم معناها من التصرفات هذيا، ديما يحاولوا كونهم هما يخرجوا صغيراتهم التوتر هذاك. دوك بالحق معناها لفته كريمه للاولياء، يعطيهم الصحه اللي قاعدين يقدموا فيه. بيان سور كل واحد وجهده، معناها فما اللي نجم يوفر الطريقه الماديه، فما اللي نجم يوفر الجانب المعنوي، وهو كل تضافر جهود. معناها اذا باش تلمها من نواحي الكل باش تلقى معناها حاجه متكامله متشامله اللي نجم جوست الصغير يلقاها ويبدا سورتو حاجته بها في الوقت اللي هو محتاجها على الاخر. احنا تختلف يظهر لي معناتها كل واحد وطريقته باش كيفاش يعبر على الضغط نتاعو، ولكن فما اولياء تلمون يبداو خايفين من النتيجه وخايفين على صغارهم ويحبوا يشوفوا صغارهم ناجحين ومتالقين، خاصه في البكالوريا. شنو نجمو ننصحوا مثلا الاولياء اللي يبداو عندهم برشا خوف، والخوف هذاك ياثر حتى على نفسيه الصغار، يتعدى لهم سي نورمال، كيفاش نجمو ننصحوهم باش يحاولوا على الاقل خفتوا مكل الخوف هذاك والضغط وما يظهروهوش؟ به اول حاجه ساعه يلزمنا ما عادش نخمو في الامتحانات. مش معناه معناها مع بلوتو مش مخموش في الامتحانات، ما عادش خمو في النتيجه، خاطر هو اللي يوترنا هو النتيجه، هو مدى تعلق الضغط النفسي بالاعداد بالاعداد. دوك ما عادش خمو في الاعداد، ما عادش خمو في النتيجه، نخمو في الفتره اللي باش نعديو فيها الامتحانات. راهو على قد ما تعديها بطريقه مريحه وسلسه على قد ما الاعداد باش يجي بطبيعته، معناها مانيش باش نهربوا احنا من الاعداد، هما جايين بطبيعتهم، فعلاش انا نزيد على روحي ضاغط على ضاغط ونبدا من توا نخمم في الاعداد والماتيريال هذيك لازم نجيب فيها كذا وذي نجيب فيها كذا. راهو ساعات التلامذه يبداو يقمروا حتى بالمواد اللي باش يريفزوها، والا يبداو يقمروا بينهم الشابيتر اللي باش يريفزوا عليه وانهم اللي باش يطيحوهم. دوك فما حاجات اللي راهو من غير ما تشعر نحن قاعدين نزيدوا ونكرسوا ونتفاقم بينا الضغط النفسي، وفي فتره من فترات ما عادش نجموا نتكيفوا معاه على خاطر تفوق القدرات نتاعنا في التكيف مع الضغط هذا. الاولياء نعاود باش نحكي لك حكايه صغيره سوار باش تفهم بها كل شيء. في مره من المرات في التحضير النفسي لاجتياز امتحان البكالوريا في معهد معاهد القيروان، معناها قمت بتطير تلامذه، فما تلميذ بعد ما سمع وشارك وكل شيء مدام قال لي بالله عندي ملاحظه نحب نقولها لك. قلت له تفضل. قال لي مدام اصحابي الكل تشكاو من عدم اهتمام والديهم بهم في فتره الامتحانات. كان انا قلت له كيفاش كان انت؟ قال لي انا كل شيء يولي الاهتمام الكل موجود في فتره الامتحانات. قال لي كان ماكله ينزل ناكل بالسيف خاطري طيبوا كل شيء. الصباح كي نجي خارج واحد يعطي طابع السكر والاخر يعطي ماء زمزم والاخر شوكولاته والاخر التمر. قال لي اصلا نوصل الباشم للقسم تخمم بالسكريات تلمون يوكلوا. قال لي كي نجي نخرج نلقاهم الناس الكل يستناو فيا لبرا، ايش عملت ايش عملت؟ ندخل للدار ديريكت دخلوني يحبوني ناكل، يحبوني انا وقتها نرقد. هذا الافراط في ال... قال لك انا بالعمل ندخل بعضي ما عادش نلقى توازن حتى مع نفسي، معناها راحت وهو باش وقت يجمو يرتاح يقيم روحه وما يحبش ياكل وقت ما يحبش ياكل، وقتاش يحب يرتاح وقتاش يحب يقيل وقتاش يحب يقوم يريفز وقتاش يحب يريفز ولو هما يتحكموا له في الجدول الاوقات نتاعو وقتاش يريفز وقتاش ياكل وقتاش، معناها قال لي راهو ضاغط رهيب رهيب جدا، ولكن يعرف اللي هو النوايا نتاع العائله نتاعو مش باش يزيدوه الضغط، لا هو فاهم صحيح اللي هو الضغط نتاع العائله هذيا على خاطر يحبوه كونه يلقى معناها يقدموا له الراحه بجميع ما، ولكن هذا في حد ذاته راهو يخلق توتر. ذاك علاش من قبيله وانا نقول لا افراط ولا 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 تفريط، ولا تفريط سامحني. دونك اللهو بزايد ديما تقلق قلق، وزيدا نقص اللهوة يقلق. دونك ماذا بيك ديما تحاول تعرف احتياجات صغيرك هما شنو وتلبيهم في وقتها، مش قبل ومش بعد ومش اكثر من اللازم، ومش اكثر من اللازم في حدود في الحدود المعقوله. به يعطيك الصحه مدام سونيا، احنا مازلنا مواصلين معاكم، نحبوا نسمعوا شهاداتكم، نحبوا نسمعوا صوتكم معنا في البرنامج 70 035 120. تلقاو انس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. مرحبا بكم اولياء وتلامذه باش تحكيونا على تجربتكم مع الامتحانات. منتدى الحياه، منتدى الحياه، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة. مرحبا بكم الناس الكل، نحييكم وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا على 93 في مختلف معتمديات القيروان. الناس اللي تابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فام، نستناو تفاعلاتكم معنا، تنجموا تواصلوا معنا على تليفون 70 035 120، سينو تنجموا زادة تخليونا ميساجات على باج فيسبوك الحياة فام، كما زادة تنجموا تخليوا لي كومنتير بتاعكم تحت الفيديوهات اللي تلقاوهم مباشرة على صفحتنا. موضوعنا لليوم كيفية مرافقة الأولياء لصغارهم طيلة فترة الامتحانات، خاصة التلامذة
اللي عندهم مناظرات وطنية البكالوريا النوفيام والسيزيام. معنا بالتليفون مدام كوثر، مرحبا بك على موجة الحياة فاي. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا على هذه الموجة اللطيفة. يعيشك مدام. موضوعنا مدام كوثر كما قلت، كما كنت نقول، المرافقة الإيجابية للأولياء، كيفاش الأولياء اليوم يرافقوا صغيراتهم، كيفاش يأطروهم في فترة الامتحانات ما يخليهمش يعيشوا وقت الضغط هذاك أكثر من لازم، كيفاش زاد المرافقة تكون إيجابية ما تكونش أكثر من اللازم كما كانت تحكي مدام سونيا، وقت اللي ما نكثروش برشا من الضغط على الصغار، ما نكثروش برشا من نشرطوا عليهم باش ياكلوا الحاجات هذوك، ونشرطوا عليهم وقتاش يقراوا وقتاش يرقدوا، ونكثروا عليهم ونخليهم يحسوا أكثر استريس وقت اللي يكونوا هما على الأقل سافا محافظين شوية على صحتهم النفسية. حسب رأيك أنت مدام كوثر، اليوم كيفاش الأولياء يلزمهم يتعاملوا مع صغارهم في الفترة هذه؟ والله أنا بالنسبة لي أنا تعبيت بها الفترة هذه قديش من مرة، ديك عندي أربع صغار بركة إن شاء الله ربي فضل عملك. بالنسبة لي أنا ما ضغطش عليهم على معناتها أكثر من اللي ضغطت على زملائهم، يعني على خاطر ولادي تديجا معناتها يبدا الطفل يبدا من الاول يبدا واخذ ريجيم معين معناتها وسيستم معين، يبدا يقرا على بكري ويبدا عنده هيك فيش تكنيك، تبدا عنده مثلا لي ريجيمي، تبدا عنده معناتها باجاج بطبيعته، يلقى روحه مرتاح. يبقى لهنا الولي يتلهى بماكلته، يتلهى معناتها بنظافه بيته، يتلهى بتبديل الاثاث، يتلهى بالحوايج الخفيفه اللي حضرهم له، يبعدوا على الستريس، ينقص الحس، هذوما هما. اما بالنسبه للتلميذ اللي تلقاه في اخر لحظه يبدا يجري، ما عليه كان الوالدين يتحملوا شويه مسؤوليه وشويه بليتو برشا مصروف، وربي ينجح هيك شو نقولوا معناتها. باهي مدام كوثر، انت قلت انا بقدر ما تليتش بهم، هما تليت بزملائهم ولا حاجه كيما هكا؟ اي زملائهم ديك يجيو معناتها يراجعوا معاهم. وعندي البنيه الاولى عام 2011 عام الثوره معناتها عملت الباك نتاعها. الحقيقه اول ما طلع الفيسبوك واول ما طلعت الكونيكسيون كانت متعبه جدا، شفتوا ما نعرفوهاش جديده علينا. والصغير الثاني هذاك كيف كيف ياسر يحب الجو معناتها جو معناتها الجروب، فهمت، يحب يريفز مع اصحاب. تلقاهم يتلهاو كان بالماكله الحقيقه، اللي ياكلوا الماكله اكثر من القرايه، فهمت. البنيه الثالثه وحدها الحقيقه، هي بطبيعتها تحب التوحد وتحب تقرا وحدها وتلخص وحدها وكل شيء، واخر دقيقه الحقيقه ما حبتش تعدي الباك، جاهت ظروف خليتها ما تعديش الباك. بالحق صغيرت وكل شيء، هذاك اللي حبيت نحكي فيه، اللي ماهوش حاضر وما يبداش معناتها سي ديجا من الاول محضر روحه، راهو يجي ضغاك كبير، يا ليلو يا الوالديه يا فهمت كيفاش، يا صحابو اذا يضغطوا عليه، يا الاساتذه، حتى الاساتذه راه ما عندنا ما نقولوا فيها تبارك الله بالايجابي ولا السلبي، فما استثناءات ديما ايجابيه اللي قاعدين ياثروا في الصغار. عندنا اساتذه نحييهم، ناس معناتها قامات ما شاء الله عليهم، بالاخص الباك الحقيقه اللي شفتهم الكل نحييهم من المنبر هذايا اللي تعديت عليهم الكل، واللي قاعده نشوف فيهم الكل حاسين بالمسؤوليه، حاسين معناتها الوالدين واصلين حتى للباك معناتها سي فريمون صعيب. اما بالنسبه معناتها كوتي نيجاتيف، مانيش قاعده نراه توا حاليا اللي يوصل ولده للباك يتسمى يلقى حتى يكون هو نيجاتيف هو الايجابي بالصفه عليه. حسب انا ما قاعده نشوف الحقيقه معناتها، خاطر ماهوش ساهل باش الصغير يوصل للباك في الوقت صحيح في الظرف هذا الحقيقه، وليت حاجه صعيبه برشا باش يعني حاجه معناتها كيش يقولوها مهرجان، يمكن يكون في الدار مهرجان في التفكير، يبدا بنات الافكار تلعب من هنا الغادي، كل حد شي يخمم، بو يخمم بولده باش يطلعوا طبيب ولا مش تخمم كيفاش، والطفل يخمم باش يهاجر حاصيل، والطفله تخمم تقول لك انا كيفاش باش نعرف حاصيل. الباك نقولوا احنا المرحله الانتقاليه للعائله، المرحله الانتقاليه للصغير، وتلقاها معناتها استثناءات معناتها تستثني معناتها صغير من صغير، صغير تقول له لا هذايا لا انت باك، انت لا انت مش باك، فهمت. هذيك الحاجه زاده يمكن يحس بها صغير الباك، يبعد شويه على خواته فيك باش ما يقلقوش، يبعد عادي يقعد حساس شويه. الباقي معناتها مانيش قاعده نشوف الكل جلوبالمون
اللي يوصل الباك عندنا احنا بطل في تونس. ولو انه زيدا والله احنا زيدا ما لازمناش اذا صح القول يعني. اي وي هذه وجهه نظر تحترم، ولكن زيدا اليوم التعليم نعرفوا اللي عنده قيمه كبيره، واللي للاسف اليوم في تونس حتى اصحاب الشهائد العليا ما عادش عندهم مستقبل، فما بالك اللي ما كملش قرايته للاسف. مدام سولي تفاعل معانا. ساعة أولا يعطيها صحة مدام كثرة على المداخلة القائمة نتاعها. دونك كل ولي يريد كيفاش كل ولي وعنده نظرته للأشياء. دونك فما بالنسبة لي هو فما في 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 بعض عند بعض الأولياء والأفكار اللي مدي ولا اللي كيف ما قالت مدام كثرة معناها لو فات فما ابن في الـ في الـ في الـ في العائلة أو ابن في البكالوريا معناها بالحق فما مهرجان في الدار. هو ساعات حتى من عاداتنا الاجتماعية حتى اللي عمره مسئل يسأل إيش عندك سنة باك نوفيام سيزيام، وحتى اللي عمره ما يسأل على العائلة ذيك واللي يسأل على خاطر فما حاجة معناها غير مألوفة عند العائلة اللي هو نجاح. وما نجاح وما أدراك ما فرحة نجاح راهو معناها فرحة نجاح ما تقارنش لا بفرح حتى نوع متاع فرح آخر. دونك اليوم فما دونك اولياء يراو على اساس كونه كي يبدا عندهم صغير باش يعدي البكالوريا او باش يعدي نوفيام زيد او سيزيام راهو لا تقل قيمه راهو اليوم كيف عند الاولياء. دونك يراو على اساس حاجه ممتازه جدا. وفما اللي يقولك اه يبدا سيء من اول العام يبدا يخمم ولدي عم جاي كيفاش باش نعمل كيفاش امتحان كيفاش على خاطر هو الولي في حد ذاته. فما اولياء تعرف كيفاش تتكيف مع الضغط نتاعها ومستعدة باش تعاون صغيرها خاصة على صعيد النفسي، وفما لي أولياء ما عندهاش الكفاءة هذيك باش تنجم تعاون صغارها على الصعيد النفسي. تقولك أنا نوفر له إتيود يقرأ نهز نجيب أما راهو ما نجمش نشد روحي. تلقاه ساعات صباح تحكي تقوله قرقت أنا ما رقدتش أنا ما كليتش أنا ما عادش نجم ناكل ها ولدي سيطة وبداري فزنا ما عادش نجم ناكل ما عادش ندرش معنيها لهنا من غير ما تشعر تلقى الولي هو بيدو استعداداته النفسية استعداداته النفسية دونك معناها ما هوش جاهز لكن القيمة اللي باش ينجم يعطيها أو القوة باش يعطيها هو مازال حقهش للروح هو فما صحيح صحيح. دونك اكتفاء الذاتي للشخص في حد ذاته منعدم فما بالك باش يمروا لغيره وخاصة غيره اللي هو صغير اللي هو ابنه. وساعات راهو مش نعاود ونأكد اللي هو راهو مش معناها مفتعل الحاجة هذه اللي هو عدم تكيفه مع الضغط نتاعه. تلقاه هو بيدو عاش تجربة معينة في حياته قبل سابقا اللي ما خولتلوش مثلا بشي يجتازك الامتحان هذاك أو ما نجحش مثلا في الامتحان هذاك فتعاود ترجع به في الذاكرة بتاعه الحاجات اللي عاش واللي ماذا به يتجاوزهم فيتجاوزهم في صغيره. دونك هو بيدو بشي يعمل معالجة نفسية روحه من خلال صغيره. دونك هو بيدو بشي يعيش نفس التوتر بشي يعيش نفس كأنه هو بشي كأنه هو بلاس. وهذاك عش قلت لك ساعات حتى الألام الجسدية النفسية يحس سكون أبير بالفرنسي المصطلح اللي سمتوم سيكوسوماتيك. تلقى هو بيدو يتوتر يولي معناها معته توجع عنده عصب في المعدة يولي معناها برشة حاجات اللي تقوش عليه هو تلميذ باك معناها كي تخزر ولده تخزر له هو تلقى هو وجهه أصفر أكثر من صغيره معناها تقول هو كأنه هو بشي عدي البكالوريا أو بشي عدي أي امتحان وطني. قلت لك يوصلوا حتى الأولياء يدخلوا مع صغارهم الوسط الأقسام ولا يقعدوا سنو فيهم ولا يخزروا لهم من شبابك وهما يعديوا. دوك شوف قداش نجم تمرر من حاجات خايبة لخكو الصغير إلى بزوان معناها حشته بمسافة من الإطمئنان ومن الراحة حشته بمسافة باش هو يلمخك التيريتوار متاعو. فكل الجلسة الملاصقة من عند الولي للصغير هذيك راهي تخلق برشة توتر. وصغيراتنا الكل معناها تصور انت باش يجتاز مثلا امتحان سنه سادسه معناها قداش عمره عمره 10 11 سنه شنو استعداداته النفسيه هالكبيره اللي نجم هو تكون عنده باش ينجم يتجاوزك الضغط هذاك اذا ما تكونش ديجا من الاول في تربيته مع المحيط اللي موجودة. هو فيه موجود ومتدرب عليه. يعطيك صحه مدام سونيا. مطيطه 33 دقيقه مازلنا مواصلين معكم مشوارنا من توا حتى الاربع نتاع العشيه. موضوعنا لليوم التاثير العائلي كيفاش الاولياء اليوم يتصرفوا مع صغارها مثيلة فترة الامتحانات. مازلنا مواصلين معاكم المشوار مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 70 035 120. منتدى الحياة منتدى الحياة
معكم المشوار في الدقائق الأخيرة من برنامجنا. بدينا معكم المشوار من ماضي ساعتين حكينا على المرافقة الإيجابية للأولياء في فترة الامتحانات لأطفالهم. أكيد نتمنوا التوفيق والنجاح لكل التلاميذ اللي عديوا البكالوريا اللي عندهم مناظرة السيزيام والنوفيام والطلبة زادة اللي يبدأوا يعديوا ليزيكزامان تاعهم إن شاء الله في بداية الشهر القادم. إن شاء الله ربي نجاحهم وإن شاء الله يكونوا على الأقل عاملين استراتيجية من أول العام، لأنه الاستراتيجية ذيك هي اللي باش تعاونهم باش تخليهم يكونوا مرتاحين وهما يريفزوا، باش يكونوا عام كامل وهما مرتاحين في الريفيزيون، باش يكونوا زادة حتى في المدة نتاع الريفيزيون اللي طبيعي باش يكون فيها التلميذ عنده هكا شوية ستريس، ولكن ستريس باش يكون أقل ضغط وأكثر راحة وقت اللي باش يبداو مريفزين. حتى أنت معناتها بينك وبين روحك باش تكون مرتاح أكثر، لأنه باش تعاود ديك الريفيزيون الصغيرة هذيك باش تلقى روحك مرتاح وباش تكون حاضر لكل شيء، وخاصة باللي التلامذة نتاع الباك. أنت كنت أشرت مدام سونيا نقطة مهمة برشا، النقطة نتاع نطيحوا الشابيتر هذاك ونهزوا هذاك ونبداو ساعات في الباك يبداو يعملوا يتجزوا معناتها بصراحة العبارة. هذيك طاحت في العام اللي فات باش تجي الشابيتر هذاك في العربيه عامين ديما، ولو احنا عندنا مثلا في الباكليتر يقول لك الفلسفه فما محاور كل عام تجي، فما جاتش في البرانسيبال جي في الكونترول، فين بداو وحدنا هكا يتهيئ لنا انه هذه مادام جات في البكالوريا عاملين راهو ما فما حتى قاعده. هما هذه يعملوها التلامذه اللي يبداو ماهمش اجور في الضغط نتاع الدروس الكل باش يعاودوا يراجعوا فما حاجات يطمنوا بها رواحهم زاده. صحيت افكتيفمون، ولكن هو ميم يتهيئ لهم هما قاعدين يطمنوا في روحهم، لكن في المقابل راهو قاعد الضغط طالع على الاخر حتى اللي يريفزوا فما امكانيه لا قدر الله كونهم يفقدوا القدرات نتاعهم الكل اثناء اجتياز. لازم نكونوا حاضرين لكل شيء، مريفزين كل شيء بهكا معناتها كل حاجه نبداو فاهمينها، فما حاجه تتطلب الحفظ فبطبيعه الحال باش يتم حفظها، حاجه تلزم فهم، حاجه تلزم التدريب والتمرين لي زيكزيرسيس والسيريات اللي باش يعملوهم خاصه الشعب العلميه. اما كما قالت مدام سونيا راهو كتشغشيبه هذيك نتاع زعما باش تجي وزعما باش تجي، نحيو نقراو حساب انه كل شيء نجم يكون موجود في ورقه جايز. الامتحان فوقتها انت تكون فاهم اللي انت مريفز كل شيء، الخوف باش يكون اقل. اما وقت اللي باش تخدم مخك في اكثر هذيك باش تجي وهذيك مش باش تجي، باش تلقى روحك تاعب اكثر نفسانيا وباش تلقى روحك مضغوط اكثر، يعني التعب باش يكون في ماتيير برانسيبال معناها هو في كتاب تكون في كوفيسيون كات والا كوفيسيون اساسيه وباش تطيح فيها دي شابيتر، معناها ايماجين الضغط على التلميذ قداش باش يكون معناها الواقع نتاعو على نفسيته. هذاك علاش لازم التلميذ يشجعوا بعضهم، ولازم اللي مريفز حاجه يفسرها مثال لصحابه، اللي فاهم حاجه اكثر من صحابه يفهمها، واذا كان فما حاجات نجموا تبارتاجيوها مع بعضكم تحسوا رواحكم بتريفزوهم. فما دي ماتير اللي يطلبوا بالحق برشا تركيز باش يكون التلميذ يلزموا يريفزهم وحده، ومن بعد يبدا هو فاهم اكثر من صحابه باش يفسر لهم باش يريفزوا مع بعضهم. فما لي ماتير كيما قلت انت مدام سونيا اللي عاده مثلا كي يريفزوهم جروب مع بعضهم تكون خير حتى معناها نفسانيا يكونوا مرتاحين ويشجعوا بعضهم ويحفزوا بعضهم باش ما نكذبوش معناتها على بعضنا. تويتي ساعات مده التلميذ نتاع في البكالوريا يحس روحه تعب شويه من الريفيزيون. هذه كنت باش نحكيه مع فوالا الراحه اللي هي مطلوبه احكينا عليها. بربي نداء للوالدين كي يلقاو صغارهم تعبوا راهو عندهم الحق الصغار باش يرتاحوا. يا خويا نهار هذا باش يقول لك انا ديجا مفرغ من الجدول نتاعي باش نرتاح فيه، كسوا باش يرتاح فيها على اساس باش يبعد على الجو نتاع المراجعه باش ينجم جوستمون يعاود يستعيد القوه نتاعو ايتترا، والا ساعات يستثمروا للنوم او يستثمروا للخرجه والترفيه. راهو مهم جدا كونه الصغير وقت اللي يلقى روحه ما بين ظفرين ساتوري ما عادش ينجم يقبل باش ما نوصلوش لطف علينا دونك يلقى روحه ساتوري ما عادش ينجم يقدم، يحس روحه اللي هو كي يخزل الورقه سي يدخل بعضه مع كانه عمره ما شافها كانه ما عمره ما قرا المعلومه هذيك، فبربي عادي باش يروحوا على انفسهم وعادي نحن باش نتفهموهم. دونك نحن جوست باش نرافقوهم، مش بيك شنو اللي مقلقك تحكي لي اي ارتاح هاي نخرج مع بعضنا هاي كيفاش نجم نعاون فين تحب تمشي فين درا شنو تحب تاكل، نحاولوا نبدلوا لهم شويه جو ونخليهم على راحتهم. نخليهم على راحتهم، راهو انت مش باش تشد له المونجيله والا باش تعس عليه شقرا وش ما قراش وش ريفز وفين وصل وشنو اعمل. فما راهو اولياء يقعدوا مع صغارهم في الطاوله ويشوفوهم شقرا وش ما قراوش وشنو اللي مازالهم باش يجيبوا لهم الورقه نتاع البريون ويقول لهم تقول يفرض عليه باش يجيب له ورقه البريون باش يشوفوا شنو خدم وشنو ما خدمش ويزيد يكمل عليه ويبدا من الباب وهو مازال كيكمل اجتاز الامتحان من الباب وهو يقول له شبيك عملت هكا شبيك قديت هكا شبيك، معناها هذوما الممارسات الكل راهي تقلق على الاخر
فيش تقلق على الاخر وقت نهارت النتيجة. نهارت النتيجة لا قدر الله معناها تصير سبحان الله تصير اكسيدون كانوا صغير مثلا يتيح كونترول ولا لا قدر الله ما ينجحش لطف على وليدنا شغل كلهم ناجحين ولكن هذه فرضية محتملة يزلنا نحكي فيها ديجا مع صغارنا الفرضية هذه موجودة راهو الامتحان ليس مسألة حياة أو موت راهو هو تجربة باش نخوضوها باش نقيم رواحنا مدة سنوات دراسية متراكمة نشوف رواحنا شنو هو النيفو متاعنا شنو هو مستوانا اتسيتيرا دوك هذا الكل مهم جدا هيئوا فيه صغيرنا ديما احتماليه لا قدر الله فما ماده مواد مش نجتازها بالكدا والا مثلا باش نهارتها مش في فورم دوك مش نعطي القدرات نتاعي مش تكون موجوده 100% مش تكون حاضر 100% هذوما كلهم فرضيات محتمله لازم نحكيو فيهم مع صغارنا نحضروا فيهم صغارنا باش هما كي يعترضوا الحالات كيف ما هكا فما يصير لهمش انهيار اي سور مناج لازم نكونوا نحضروهم باش يكونوا حاضرين كل شيء صحيت اكيد اذا كان زاد فما حاجات خايبين مش سالش ندركوهم اللي فات فات نقدموا نقعدوا ديما نقدموا مازالوا الامتحانات قدامنا دوك اللي فات فات على روحو نستحضر عمناه ولا في مركز الامتحانات فما امتحانات سنه مستوى سنه سادسه فما تلامذة وقت اللي جاهم الامتحان نتاع الرياضيات ولقاوها صعيب بالطريقه هذيك انا عندي تلامذة داخت في وسط مركز الامتحان داخت على خاطر خوفا من ردة الفعل نتاع الاولياء كي باش يخرج شنو باش يقول له شنو خدمش ما خدمش نتذكر انا فما تلميذ مسكين شد كريز نتاع هستيريا وهو يبكي ساعتين كاملين تصوروا هو يبكي على خاطر قاروحه من نجم جاوب كان على التمرين بركة بوختون الاخرين يعرف يجاوب عليهم لكن ارتبكم عرفش كيفاش يبداهم دونك تصوروا معناها ساعات نحنا قديش نكونوا مجرمين في حق صغيراتنا ونقولها الكلمه معناها وعلى مسؤوليتي نحنا بيدنا رانا مجرمين قدام اصحابنا على خاطر ندخلوهم في متاهات اكثر من قدراتهم واكبر برشا من طاقة التحمل نتاعهم دونك بشوية بشوية نساعدوا على صغيراتنا أبخيتو هو امتحان كيف ما قلت ليست مسألة حياة أو موت تجربة في الحياة نخوضوها ساعات خاصة في السنوات الصغرى يعني سادسة وتاسعة رغم هي ما هي إلا تجربة تحضيرا للامتحان للمناظرة الوطنية متاع البكالوريا دوك نجم ناخذوها حتى على أساس تجربة بيان سور كل واحد مش معناه على خاطر هو لا قدر الله ما جابش معدل به أو أعداده ما كانتش كيف ما ننتظره معناها هو هذاك مستواه الحقيقي لا راهو صغيرنا يقعد صغيرنا يقعد محليه يقعد ولدنا يقعد تقعد بنتنا محبتهم مش تتغير لا بعدد ولا بمادة ولا بنجاح ولا برسوب ان شاء الله ربي ينجح الجميع خاصة البكالوريا اللي يكملوا عداو الباك بلون قولوا لهم راهو هذايا تو سي بون معناتها ايفالواسيون صغيرة صارت تقييم لمكتسباتكم تيلة السيمستر اللي تعديت توا تبداو بنفس جديد ترتاحوا شويه الساعه وبعد تعاودوا تريفزوا شويه للي قريتوه تكملوا بنفس الريتم خاصه للي بداو بالريتم تاع القرايه اجور وقاعدين يريفزوا بطريقه منظمه ان شاء الله ربي ينجحكم احنا هكا نكونوا وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم في منتدى الحياه المواعيد تجدد بكم ان شاء الله نهار الاثنين الجايه من الاثنين للخميس في نفس التوقيت بمواضيع اجتماعيه جديده كنت معكم سيوار بن حميده من قدام الميكرو سونيا جبيلي الاخصائيه والمعالجه النفسانيه يعطيها الصحه اللي كانت حاضره معنا واللي ديما موجوده معنا بالابتسامه وبالنصائح الطريقه البسيطه والسلسه الابتسامه اللي ديما موجوده بون مش ديما 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 ولا مش ديما لا شو هو الانسان يكون ايجابي وسلبي فيه الجانب الايجابي وفيه الجانب السلبي اش معناها سلبي مش معناها سلبي معناها متشائم لا اما ساعات تحط في ظروف اللي تقول يلا باش تلزك باش تفقد الايجابيه لكن الحمد لله ديما محافظه ديما محافظه على اي تنكو المعدن الصحيح اللي فينا من داخل ايجابي دوك مهما كانت الوضعيات او الظروف مالا هذايا زاد ميساج للتلامذة كل اللي قادمين على الامتحانات حافظوا ديما على الايجابيه أكيد. تحية كبيرة لأمنة بوخيت في الكوتي تكنيك سهيل السالمي في الديجيتال كما قلت الموعد يتجدد معكم إن شاء الله الاثنين الجاي تابعوا بوخيت برامج الحياة فيم جوك عاد سنة 3 من الأربعة حتى للستة موجز الأخبار مع الزميل حسين النبدي أهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية ما تبعدوش بعيد ديما خليكم برونشي عاد سنة 3 منتدى الحياة منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية